طبعا مشاهدينا الكرام، نحن الان في دير المعونه هنا في منطقه العزيزيه. كما تابعتم معنا في البدايه، هناك روضه للاطفال بالاضافه الى مقر للراهبات وايضا مقر لاستقبال طالبات الجامعيات. على كل سننتقل الان للطوابق العليا التي سقطت عليها قذيفه الهواء. بدنا رجوع لما كنا عايشين فيه بسلام. ان شاء الله ان ربنا هيك يحط بقلوب الناس الموده والرجوع الى هالبلد، يعزوه يحبوه يضحوا من شانه ويكونوا لاله بكل قوتهم، ويحطوا يرشعوا لاله الفرح. انت كنتي موجوده في الدير وقت الحادثه، وقت اللي نزلت القذيفه؟ نعم. خبرينا شو. انا كنت قاعده بغرفه التلفزيون عم بحضر شويه اخبار. اجت اول ضربه، سمعت اول ضربه، بعد نزلت على النقزه، رحت لعند في عنا هون نسوان قاعدين بالدير، رحت لعندهم وقال ما في ثاني ضربه كثير كثير قويه، حسيتها ما حسيت انه عنا. جيت لهون قمت لقيت كل الغباية كلها بالاراضي، وطبعا حاله نفسيه صعبه كانت. وربنا يخلص هالوطن من كل هالشيء اللي عم يصير فيه، لانه نحن ما بنستحق. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. خبرينا، انت كنت حاطه سيارتك قدام الكنيسه، شو صار؟ قدام الكنيسه الصبح بشيء على 9 سمعنا صوت تفجير كثير ماكن كثير قوي. فنزلنا بالاول خفنا، يعني لقينا تراب. نزلنا لقينا الكنيسه هون طايرين الشبابيك والابواب والبلور. طلعت السياره، سيارتي نازل منها البلور والباجاج والدولاب. بس نحن ما مخاف ممن كان يكون، نحن مع وطنيتنا مع جيشنا. لو ما جيشنا حقيقي، لما نزلنا لقينا جيشنا ماشي، الله يخلينا اياه. نحن هون بالعزيزيه قوايا، وبكل حلب نحن قوايا. يعني قد ما خربوا قد ما دمروا ما راح يطلع لهم شيء معنا ابدا، ما راح يطلع لهم. 60 خراب بصير ما بكسر عزيمتنا وهمتنا، وبدنا نضل نقاومهم ونزلهم ونحن ماشيين ما بنخاف. ونبقى في حلب لمشاهدة استقبال أهالي حي السليمانية وبيسلون بواسل قواتنا المسلحة.